تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وميديما في شوط اول، نقدر نقول ان هو اقل من متوسط. ما اعرفش اذا كانت بسبب طبيعه الملعب، بسبب الاجهاد، الخوف، القلق، ولكن هو شوط اقل من المتوسط. يمكن كان في هجمه او هجمتين من كرات ثابته خطر على مرمى مصطفى شوبير، ولكن بالنسبه للنادي الاهلي لم يكن في تواجد هجومي وخطوره على مرمى ميديما الغاني. كابتن شريف، تعادل سلبي بدون اهداف، يعني الشوط ما نقدرش نتكلم ونقول ان هو فنيا بمستوى عالي، ولا الفرقه اللي انت بتلعبها مستوى انا بقول شوط. انت حاطط نفسك في مشكله ملهاش اي لازمه. اتكلمنا على العناصر الجديده اللي دخلت جوه التشكيل، عمرو السوليه وكريم نيدفيد. اعتقد ان هم كانوا يجوز انك انت تقدر تحتاجهم في نهايه المباراه، في تلت ساعه، في ربع ساعه. كريم نيدفيد ينشط لك ال نص الملعب، و عمرو السوليه يقدر يعمل لك التيمبو والايقاع. ولكن اذا كان عندك انت مجدي قفشه، وعندك في السرعات كريم فؤاد، وعندك في رقم سته اكرم توفيق، وعندك في الفيرود تقدر تحط بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين في ظل الغيابات، وعندك حاجات كتير جدا تخليك مع فرقه زي دي تطلع متفوق باتنين ثلاثه اول شوط. مش فرقه بتجرب فيك وبتجرب سرعات وبتجرب مساحات وبتجرب فاولات وبتجرب ضرب الجزاء مشبوه فيها وبتدرب، يعني كل حاجه خدت بالك بتحصل عن طريق نفسك. وانت لما بتمشي والناس بتيجي تتكلم تقول لك اللعيبه ما بتلعبش، اللعيبه في حاجه زي ما انت قلت في الاول، هو الملعب ولا اللياقه البدنيه ولا ايه بالظبط، ولا الجو، ولا لا احنا ما عندناش فرقه متكامله كده بالعناصر اللي هي موجوده خارج، موجودين على الخطوط بره، دول يقدروا يعملوا فرق كبير قوي. انت الكوره اللي بتاخدها بين امام عاشور وحسين الشحات بتروح بيها على الجون. ها يعني حسين الشحات لو لعب كوره على الجنب، ولا راح لعب كوره على اليمين، او لو اول ما جات له راح حاططها في الجون على طول، هدف، وكان زماننا احنا ايه متفوقين في مباراه زي دي. انت اللي عامل المشكله دي في نفسك، لازم تغييرات سريعه جدا، ولازم تغيير المفاهيم في ظل اللاعبين اللي هم موجودين ما بيدوش اي حاجه خالص، غير انك انت معطل نفسك. انت بتلعب ناقص، بتلعب ناقص اتنين تلاته لعيبه. السبب ايه؟ لا السبب بقى انت عارف السبب، انهم التغييرات اللي مطلوبه تبقى جوه قاعدين بره، فلازم التغييرات دي تحل بسرعه عشان انت تحل نفسك من المشكله دي، تتحل نفسك من كل مشكله في كل سنه بنحط نفسنا فيها. التعادل ده ممكن يعملك مشاكل كبيره جدا. هتفضل انت مستني نتيجه الاخرين، ولا الاخرين هم اللي بيستنوا نتيجتك انت؟ فلازم تدخل سريع في وحل المشاكل العدم هجوميه عندك، ونص الملعب اللي انت بتقول احنا على طول عايزين نلعب الكره الطويله. حتى الكره الطويله لمين هنلعبها؟ انت ما عندكش غير لما انا قلت لك امام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو، مش لاقيين اي، حتى بيرسي لما بيروح ما فيش جنبه اي حد يسند عليه يعمل صدق اي حاجه. الدنيا فيها مساحات كتير، فيها فراغات كتير تقدر تتحل بتغييرات سريعه جدا يعني. طيب كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. الشوط يعني متوسط او اقل، ممكن يكون ضعيف. فرقه ميديما مسيطره اكثر على اللقاء، ليهم محاولات. سبب ايه؟ سبب ايه؟ اولا نص الملعب، سيطرة على نص الملعب؟ طبعا نص الملعب فارق كتير جدا، ما بتعملش سيطره واستحواذ كويس. كميات الجري عند السولية ونيدفيد مش واضحة. تاو مش في حالته. الشحات بيحاول لكن الكرة مش ماشية قوي. إمام عاشور برضو يعني على فترات متباعدة. في تفكك في الجزء الأمامي. تحس إنه مفيش ربط كويس، فنص الملعب بتاخد منك. هم عملوا خمسة ركنية، أنت عملت واحدة بس. مصطفى شوبير طلع واحدة كويسة، الراجل رقم 26 عمل واحدة بالراس أو اللي اسمه فتاو ده 11 كانت جنب القائم. في واحدة تانية انفراد ياسر إبراهيم تعامل معها بشكل كويس قوي. ياسر إبراهيم غطى مرتين ثلاثة كويس قوي.
انت ليك كره حسين الشحات اللي حطها فوق العارضه، بعد كده الموضوع مش متحس انه مش متسيطر على نص الملعب، كميه الجري مش كتيره. احنا قلنا احنا كنا الكلمه ان انا قلتها نسيب جلدنا في الملعب، يعني كميات جري تبقى غير طبيعيه، احتكاكات قويه. انت بتلعب هم بيسيطروا ويوصلوا، وانت تاخد كره واحده تلاقيها قدام، مفيش تحس مفيش نص ملعب، يعني كره بتتنقل من هاني لقدام، من معلول لقدام، ما تحسش في سيطره على نص الملعب. فزي ما كابتن شريف قال، انا شايف انه واحد زي كريم فؤاد ممكن يلعب ناحيه الجنب اليمين، بيرسي تاو ممكن يلعب راس حربه مكان موديست، يبقى كريم فؤاد وبيرسي تاو والشحات نص الملعب، واحد من ندفد او سوليا ويطلع ينزل قفشه، يبقى امام وندفد ممكن تظبط. انا لما يكون عندي موديست راس حربه ومعايا وسام ابو علي بره، هفكر في ان بيرسي تاو اللي يلعب راس حربه. او وسام، لو انا بتكلم ان هو بيقول بوسام راجع من اصابه، يعني مش عايز يدفع بيه على طول، لكن الطبيعي انه راجل جايبه ومحترف وجايبه سليم انه يلعب. بس انا بقول لك يعني على يعني ابسط حاجه فيها بيرسي تاو متحرك، على الاقل هيتحرك كتير، وكريم فؤاد عنده حركه ناحيه اليمين، عنده سرعات ونشاط، هيعمل لك قلق قدام شويه. صحيح. طيب. وقفشه يقدر يسيطر على وسط الملعب في نقل الكوره. يعني كابتن هاني شوت على غير متوقع، وتحس ان هويه النادي الاهلي مش موجوده الشوط الاول. يعني هاخد من كلمتك، هويه النادي الاهلي افتقدها في الشوط الاولاني على الاسباب، على الشكل الدفاعي والشكل الهجومي. نيجي للحاله النادي الاهلي مش متعود يلعب عليها، هي الكرات الطويله بدون جدوى، ان احنا مش عارفين نطلع بالكوره. طب مش عارفين نطلع بالكوره ليه؟ هي بتكون ادوار. ادوار رقم 6، لو انت مش قادر تستلم في مساحه ومعمول عليك ضغط، الطبيعي جدا انك ممكن جدا وارد جدا وشفناها كتير، ان رقم 6 بينزل ما بين السردباكين مظبوط، يستلم مش هيكون عليه ضغط، وبالتالي هيروح ياسر شويه ناحيه اليمين، عبد المنعم ناحيه الشمال، هتدي اولويه لهاني ومعلول ان يطلعوا قدام شويه، فهيبدا في مساحات تقدر تستلم منها. ده ما بيحصلش. كل اللي بيحصل هاني بياخد الكوره تتلعب طويله لمودست، ودي كمان كان لازم يكون لها حل، ان الكوره الثانيه لازم تنزل لحد من النادي الاهلي، ودي كمان ما بتحصلش. احنا دايما بنفخرك. الجزء الثاني عدم التنظيم في وسط الملعب. كريم ندبت على الورق واللي شفناه بيلعب 6 على يمينه عمرو السوليه، على شماله امام عاشور. اجزاء كتيره جدا من المباراه بنلاقي ان عمرو السوليه وامام عاشور ناحيه الشمال، ومعاهم حسين الشحات اللي شفناه كتير جدا بيخش وسط الملعب، لان يعني ان عمرو السوليه يروح الناحيه دي بدون داعي ليه، فبيضطر حسين الشحات يخش لجوه، وديت بتاثر بشكل كبير على عمليه ان انت تطلع بالكوره بتسلمها لنص الملعب، ونص الملعب يبدا يوصل الكوره للثلث الهجومي. فانت عندك مشكله اولا في البيلد اب، ان رقم 6 ده مش باين ولا بيستلم كوره ولا بينزل ما بين السردباكين. عندك مشكله في التنظيم الدفاعي، التنظيم وسط الملعب. عمرو السوليه ادواره مش باينه، الشكل الدفاعي ايه والشكل الهجومي ايه، بيتطوح او بيميل كتير قوي ناحيه امام عاشور، وبالتالي بيكون في زحمه بدون داعي، لدرجه ان الكره بتتقطع بتتنقل في نص الملعب، بيكون في مساحات فاضيه كبيره جدا. صحيح. الجزء الهجومي فيه فتور كبير جدا جدا، رغم ان انت كان ممكن تستغل الفرصه بتاعه حسين الشحات في الدقيقه 12، انه لو كان بس لعمرو السوليه كان حطها بشكل كويس، وعمرو كان ممكن يبقى هو انفراد كامل. فانت عندك مشاكل الحقيقه على كل الخطوط. عدم تركيز محمد عبد المنعم على غير العاده، محمد عبد المنعم في المباراه دي مش مركز تماما. ياسر ابراهيم تقريبا عمل كفرنج عليه اربع مرات، فده برضو من الاخطاء اللي مش طبيعيه في النادي الاهلي. ادوار بيرسي تاو كمان، هل بيرسي تاو يعني بيلعب بينزل كتير جدا وبيطلع بالكره كتير جدا، وبالتالي المجهود البدني ما عندوش انتاج على الجول، يعني ما فيش انتاج واضح على فاعليه. الناحيه الثانيه كمان بنتكلم على مودست، قبل الاستوديو بنتكلم مودست مش ما ينفعش ينزل لغايه وسط الملعب. صح. هو مودست ينزل بس في الحاجات اللي هو مميز فيها، اللي هو بينزل في الكرات الثابته بيطلع الكره بدماغه بشكل كويس، لكن صح. انت عايز تستفيد من مودست لازم يكون الاول بتطلع، مش هتطلع عليه، انت تطلع على نص الملعب، نص الملعب على الاطراف، والاطراف تشتغل، حتى الكروس اللي بيعمله محمد هاني مش مظبوط. فالحقيقه شوط ضعيف جدا، في اخطاء كتيره جدا على المستوى التكتيكي. كابتن اسامه وكابتن شريف اتكلموا على بعض البدايل، انا من رايي ان رضا سليم لازم يكون موجود في الملعب. ليه هيجي رضا سليم ناحيه الشمال
ممكن جدا بيرسي تاو يخرج يبقى حسين الشحات ناحيه اليمين ووسام ابو علي كراس حربه موجود وسط الملعب. قفشه لازم يكون زي ما بنتكلم عايز تسيطر شويه على الاستحواذ يعني يعني تستحوذ بس ما تخسرش الكره بسرعه. وحد من عمرو السوليه او كريم لازم لو عايز تبني خلي عبد المنعم وياسر يفتحوا وانت العب ثالث وسطهم ويبقى عندك مساحات تشتغل عليها يعني. طيب كابتن بلال لتغيير شكل الاداء الشوط الثاني وخاصة في الأخطاء اللي حصلت الشوط الأولاني بالنسبة للتحضير والجانب الهجومي بالذات. إيه حلول مستر كولر الشوط الثاني؟ بص أنت مشكلتك كلها يا كابتن إن الفرقة بتضغط في كل مكان. كويس. بتضغط عليك بشكل كبير جدا، تمام؟ أنت عندك مشكلة جدا في استلام الكرة والخروج بيها زي ما قالوا الكباتن. عندنا الضعف في حتتين، مهمين جدا، حتة نص الملعب، الاثنين بتوع نص الملعب عندنا ما بيكملوش وما بيستلموش يعني مفيش الاستلام، عمليه الاستلام انت بتستلم عشان تبني هجمه او بتستلم عشان خاطر تهدى رتم الاداء او بتستلم عشان حتى تعمل كمان اللونج باس. اللونج باس عشان يتعمل من السنتر باك للفرود ده موضوع صعب جدا جدا صحيح. جدا مش هتقدر تاخد ولا كوره زي ما حصل الشوط الاول. الفكره كلها في ان انت لازم تعمل تغييرات من على دكه البدلاء كمان مش بس جوه الملعب. يعني النهارده انا بشوف ان ممكن اكرم توفيق ينزل تمام يلعب ست من بدايه الشوط الثاني. خلي بالك كريم عنده انذار، كريم نيدفيت عنده انذار مع حكم السيده ممكن جدا ممكن طبعا يتطرق فينزل اكرم توفيق يلعب رقم 6 ولعب جنبه امام عاشور وممكن السوليه يخرج يلعب مجدي قفشه وده اللي ممكن عشان تقدر يبقى ليك سيطره شويه على نص الملعب. انا مع الكباتن ان او مع كابتن هاني ان رضا سليم ممكن يكون له دور، هل دور ممكن تتبدل الادوار؟ ممكن مش عايز تنزل مجدي قفشه من بدايه اللقاء ممكن تحط حسين الشحات وهو في القلب، لعيب عنده سرعات ويقدر يمسك كوره وتلعب رضا سليم ناحيه الشمال. يبقى عندك برضه في القلب فين؟ راس حربه؟ مش راس حربه كمان. تحت راس حربه. لو انت مش عايز تنزل، لو هو مش عايز ينزل مجدي قفشه من بدايه اللقاء ومش عايز يطلع يخرج بيرسي تاو من بدايه الشوط الثاني، فممكن حسين الشحات هو اللي يلعب في القلب ويبقى امام عاشور واكرم توفيق هما الاثنين بيضغطوا في الحته دي وينزل رضا سليم عشان كمان في مشكله كبيره جدا في الحته الدفاعيه لحسين الشحات الارتداد يعني كمان 4-2-3 انت عندك مشكله كبيره جدا في حته الارتداد مش بس في قلب الملعب. انت عندك الرايت باك تمام بتاع مدياما كل كره بيروح يعمل سبرنت يبقى على 18 لو بيعمل الكروس كويس او بيرفع عينيه لما بيوصل هتبقى خطر علينا خطر جدا. كلها جدا صحيح. جدا الناحيه الثانيه برضو بيرسي تاو نفس الموضوع صحيح. فانت لازم تعمل تغييرات من بره الملعب ومن جوه الملعب ولازم فرقتنا شويه يبقى في ضغط ويبقى الخطوط قريبه من بعض. انا بيرسي تاو فاتح، حسين الشحات فاتح وسايبين الثلاثه الفلاج وهم عندهم سرعات رهيبه جدا 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 وعندهم ضغط قوي جدا جدا. يا كابتن ايمن انت مش عارف تشتغل معاه كويس عشان انت لعيبتك في نص ملعب قليله وهم اسرع منك بكتير وبيضغطوا بشكل كويس. صحيح. عموما نتمنى تغيير شكل اداء للنادي الاهلي الشوط الثاني وتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.